اي تما سويتنا الزوار الموقع اللي زاين دور جاكيكم نهارا انا كيجي ريبورتاج دي خلال عمله الحسيمه مشيت غاي تما عمال تعاونيه الحليب بنيف وعياش اللي كيجي انصام بين 45 يوم شبامي ثاني تيجي ظروف صعبه نهارا ونسي دغاس لحقاش الى اقليم الحسيمه نير منطقه ناري في كنر اذا عرفتش تساقطات مطريه مهمه خلي زيد ورا ناري تبارك الله عمان سوز فر نسي دات من السكسك الميل في السماء يقوف المخ السعدان تجيب ثانك كاروت مي كيرا جان زيشو سمع الميل في النقي ما يبدا الهواء مزقار هو ميطانا ساعد جازي الحيوان مع 6 10 لم كارو الى حد الان عادوا ذي الجديد شي لقاو مع التصميم الا بعض التهديدات اللي تلقى 4 رجال السلطه 4 خدامان اللي تجاهلوا تبع التصميم تهددوا تم خلاص لي ودي راح توها من السنين دونك هذا بالنسبه للميل الحلول الواقعيه باش يتوحل الميل الفوارتي وذي نجي هو شي حاجه رسميه لقيتها كيزرنا هنا والو وذي نجي لحد الان وذي نجي لحد الان بسم الله الرحمن الرحيم تحيه يوم مثلا ديوسين هما تفاضي السيو تسوات اللغ النهار تسمى لجنها استثنائي لجنها في الحقيقة الله إيه غالبا غالبا في تعجب شي السيو رخ المعاناة النهار سجيرت تجوة 2-3 الصباح غير الطس أنزا السادة غير الله تبعدها جنها تسمى أول منها ميغا السادة تسمى نغا السادة هذا باركا إن شاء الله تشي باركا بعد الأمطار الخير أقصد نحمد الله تعالى كون زار والدي و جوا 2-3 تفاجئ تسمى وتصوروا يوداني تورا الموقع والدي تسوان الناس ميطاس اغس تفارغن تسمى ما يقارب 3 متر حتى 5 متر ومان تيطس خاص الميكا هو في جنينه يتمثلوا جنينه ولا يتمثلوا هو خصني العدد ومان ذكرى تسمى الحمد لله وشني وقع شي تسمى كي الحاله اللي فني منها مالا كي سمان فارغ سمان تسجن التجمد سجن تصمد امام الناس من غناس التسيق هذا الفرق معظم تسمى يجن 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 القدر ان المفروشات الغرض ثاني تين اوفن دروخ الهرا روخ كي ساعتها ثاني تين اوفن انتسوا دروخ قاتل تيان جمعي فن اوفن والحمد لله تسمى وميتكاز الله تعالى الفر إذواد تسمى الحمد لله وستشهر زيوم ما نزل غير الفرق الجبولات نعرف كل شيء ولكن ما يجي تسمى ميدان ميدان غادي تنقرعور اخش من تاف تجمد الوعود التجمد العقول المسؤولين في المنطقة إذا أنا غادي ودي نهار 20 أي توجد المجلس الإداري إذا ما تخلي الزونة غنطمئن أنا كسي السنتين أنا حنا وكان ما حيتر نتشكل اعتصام قال الملف في السجل الجديد ديال الطم كرانت ديال الحل ينس تسمى المسؤولين ديال المنطقه منكبين خلمي الفوايت احمد فايت وحل في رجا مجرد سماح وما تقنا غير فرفوق يوح وما تريد سماح هذا الصمد وافقت